منتهى الصراحة المعتادة من حضرتك، وحضرتك خبير مش هقول على مستوى عربي أو محلي، حضرتك خبير على مستوى عالمي في حماية المستهلك. حضرتك قيم لي السوق المصري، قول لي احنا فين لا من لا لا، احنا حماية المستهلك. انا ليا كلمة ساعات الناس بتزعل مني، بقول لهم تسود روح الميكي ماوس. ميكي ماوس يعني ايه؟ اللي هو اللامعقولزم، يعني ان الناس حتى اللحظة دي ما عندناش اطارات تشريعية ان هي تحكمنا. يعني احنا ساعات عشان كده لما جينا بنغير فقلنا اهمية وجود اطار تشريعي، لان هو ده اللي في الاخر اللي يحكم. النهارده لما بيجي يبقى عندك اطار تشريعي يعني هل تتخيل حضرتك ان في الحاجات اللي احنا مغيرينها في القانون، اشتري مثلا ثلاجه غساله يقول لك الضمان بتاعها سنتين، سنتين ويومين الثلاجه باظت طلعت من الضمان، طب صلحوه ما عنديش قطع غيار. طب وانا بشتري ثلاجه ولا تلفزيون ولا غسالة عشان المدة بس اللي هي عشان بتاع الضمان؟ سنتين ويومين. يبقى إذن إن لازم إن يبقى فرق ما بين الضمان والصيانة، وإن اللي هو اللي أي حد إن هو إيه؟ ده إحنا كنا زمان بنسميها إيه؟ سلع معمرة. كلمة معمرة يعني إيه؟ إن هي ليها سنين طويلة عديدة إن هي تبقى موجودة في داخل البيوت. بس احنا دلوقتي بندور على السلع القديمة دي، يعني كل ما التكنولوجيا بتتحدث كل ما بنلاقي ان جودة السلع اللي حضرتك بتقول عليها ان احنا كنا بنطلق عليها انها معمرة بتقل. لسبب بسيط، لان زمان التكنولوجيا لو تلاحظي السايكل بتاع التكنولوجيا او دورات اللي هي التكنولوجيا كان بطيئه. النهارده مثلا مجال التليفون المحمول، انت كل سنه عندك تليفون بينزل عليه مميزات عشان الناس تبتدي تسيب التليفون القديم وتدور على الجديد. التلفزيونات نفس الحكايه، الثلاجات نفس الحكايه. فده كل ما انت بتخش ان انت عندك تكنولوجي جديد فالناس هي بتبتدي تدور على التكنولوجي الجديد. طيب انا النهارده اشتريت حاجه وما عنديش في امكاني ان انا اشتري التلاجه تاني ولا غساله تاني، تيجي لي بعد سنتين وتقول لي ما. فعشان كده في قانون جديد بنقول ايه؟ الزاميه، ان يبقى في حاجه اسمها عمر افتراضي للسلع المعمره. واحنا يعني لغايه دلوقتي لان هحطها في اللائحه التنفيذيه، احنا من اتحاد الصناعات قلنا التلاجه يبقى عمرها الافتراضي قد ايه؟ العربية عمرها الافتراضي قد ايه؟ الغسالة. وألزم الشركات ان هي لازم تصون لي هذه الأجهزة في الفترة اللي هي بيسموها في اللايف سايكل بتاعها، عشان ما فيش حد يظلم. لأن النهاردة بالشكل اللي هو اللي بيحصل، ولو ما كانش لا ضابط ولا رابط هيجي بعد ما الضمان يخلص يقول لك أنا آسف ما عنديش قطع غيار، المصنع بره بطل ينتج. طب وأنا بشتريها أنا، يبقى أنت خدعتني، اشتريت تلفزيون ولا ثلاجة عشان سنتين ودفعت الفلوس وبتخليني اضطر اشتري الموديل الجديد؟ لا. عشان كده دي من الحاجات اللي احنا مهتمين بيها جدا. نمرة اتنين، مش هنخلي حد شيء ينزل يشتري ولا يبتدى يجيب منتج الا لما يكون حاطط خطة الصيانة بتاعته. يعني انا لو حضرتك جيتي لي بكرة هتلاقي ان في مجموعة كبيرة جدا جاية من الصين هتجيب ماركة من السيارات هتنزلها السوق، فلو قلت لهم انا عايز اقعد مع المجموعة لان عايز يقول لي فين مراكز الصيانه اللي هيكون موجوده على مستوى الجمهوريه. حضرتك بتقول دلوقتي انك هتعتمد على منظومه كامله هيكون فيها المستهلك عنصر فاعل. طيب احنا بنعتمد اوريدي. طيب